تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ولحظاتكم واقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. إذا نرحب في بداية البرنامج بطاقم أو بفريق العمل لدينا، معنا في التنسيق ميرا الخفالي، صبحت الله بالخير، وايضا في الاخراج ناصر السليمي، وهذه تحياتي محدثك محمود يوسف العلي، وصبحت الله بالخير دكتوره ندى الملا، وان شاء الله ما تعيدين الكلام اللي انا قلته. صباح الورد، صباح الجمال، صباح الاثنين الجميل. ما شاء الله الاسبوع طار، امس كان احد، اليوم بدا اليوم وصلنا ما شاء الله اثنين، وان شاء الله يكون باقي الاسبوع وسنتكم كلها ان شاء الله سنه جميله. اذكركم ارقام التواصل معنا على 600-551414 والرسائل النصيه على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. بس نذكركم اذا عندكم سؤال طبي حابين او استشاره طبيه من بدايه البرنامج عشان يكون في مجال نجاوبكم عليه اجابه كامله، ما نكون مستعجلين في نهايه البرنامج. طيب، ما دام نحن ذكرنا بعض الأمور الطبية، عندنا دراسة تقول، هذه دراسة أمريكية حديثة أفادت بأن تعرض النساء الحوامل لتلوث الهواء قبل الحمل مباشرة أو خلال الأشهر الأولى من الحمل يهدد أطفالهن بالعيوب الخلقية، مش الخلقية، الخلقية هذه بعدين على وقت التربية، لكن الخلقية هذه أثناء في الخلقة يعني في الخلقة نفسها. ووجد الباحثون أن الحوامل التي يتعرضن لتلوث الهواء قبل الحمل مباشرة وخلال الأشهر الأولى من الحمل واجهن خطرا متزايدا لولادة أطفال يعانون من عيوب خلقية مثل الشفة الأرنبية وتشوهات في القلب. ويعتبر تلوث الهواء عامل خطورة يسبب العديد من الأمراض بما فيها مرض القلب التاجي وأمراض الرئة والسرطان والسكري. الدراسة هذه أجروها باحثون بكلية الطب في جامعة سينسيناتي، صح اسمها دكتورة؟ سينسيناتي صح، سينسيناتي الأمريكية. وطبعا نشروا نتائجها في دورية، شو اسمها؟ The Journal of Pediatrics. أوكي، هذه دورية علمية معروفة. وكشفت منظمة الأمم المتحدة، شو يعني منظمة الأمم المتحدة؟ United Nations، اليونيسيف، لا للطفولة اسمها يونيسيف بس هي اسمها اليونايتد نيشن. اوكي، اليونيسيف كشفت ان نحو 17 مليون رضيع في شتى انحاء العالم يتنفسون للاسف هواء ساما بما قد يضر بتطور ادمغتهم. وللاسف يعني زيارات كثيره كانت على المستوى الشخصي لي للعالم الثالث دكتوره. يعني الواحد يطالع يقول اللهم لك الحمد، نحن عايشين في بلد يعني ربي لك الحمد نعمة ما تقدر بثمن. صحيح، والله العظيم الواحد يوم يشوف البلدان الثانية كيف عايشين، مستوى الرعاية الصحية، مستوى التلوث. صحيح، التلوث الناتج عن مو عن السيارات وعن هذا، لا التلوث اللي سبب اصلا البشر. صحيح، زبالة استغفر الله العظيم في كل مكان. يعني لا ماي نظيف، لا هواء نظيف، لا اماكن نظيفه، ال 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 يعني الجرد مالهم تقولين دب قطبي يمشي. زين والله
ترى لأنه في وايد أكل مفروض في الشارع. القمامة عندهم القمامة، عملية التخلص من القمامة عندهم ترى محمود هي سلسلة، إن ما في عملية تخلص صحيح من القمامة وتكرمون المجاري، بالتالي انتشار الآفات الصحية، البكتيريا والجراثيم والفيروسات، وإن في حيوانات قوارض تعيش عليها وبالتالي تنقل أمراض للإنسان، فتكون هذه سلسلة تبتدي من عدم التخلص من النفايات. طيب نرجع للدراسة اللي تقول التلوث البيئي يهدد الأجنة بعيوب خلقية. تعرف محمود الناس عبالها حين ما نقول تلوث البيئي يفكرون فقط تلوث خارج المنزل، بس أنا سويت بعض السيرش أو البحث اكتشفت ترى أن في وايد دراسات ترجع للتلوث البيئي داخل المنزل اللي هو أكبر من التلوث البيئي خارج المنزل. طبعا احنا نتكلم عن بلاد مثل بلادنا، يعني مو نتكلم عن البلاد اللي مثل نتكلم عنها محمود اللي فيها قمامة وعدم الصرف مياه الصرف الصحي لا يتم صرفها بطريقة صحيحة، ولكن نحن نتعرض لتلوث بيئي داخل المنزل أكثر. السؤال كيف؟ كشفت دراسات إن من نقعد إحنا داخل البيت لفترات طويلة فإن إحنا أول شيء نتعرض لكمية غبار أكثر من موجودة في الخارج. رقم اثنين، طريقة تنفسنا لما إحنا قاعدين داخل المنزل وإحنا مرتاحين وقاعدين يخلي الرئة لا تستطيع التمدد الكافي، بالتالي يقلل عندي مناعة الرئة، بالتالي يزيد نسبة إصابتي بالأمراض. زائد من نوع من أنواع التلوث اعتبرته واحدة من الدراسات إن لما قعدتي داخل المنزل لا أتعرض لأشعة الشمس بفترة كافية، بالتالي يصير عندي نقص فيتامين د، فسموه نوع من أنواع التلوث. فإحنا لا نفكر فقط تلوث خارج المنزل، إحنا نركز على داخل المنزل، لأن اكتشفوا الحين معظم الناس يقضون معظم أوقاتهم داخل في المكاتب أو في البيوت، وحتى العيال معظم الوقت داخل على جهاز الأجهزة اللوحية. يعني ظهور دكتور الصراصير في المنزل هل هذا دليل على التلوث؟ شوف وجود الصراصير وجود الصراصير هي مواسم ترى. هو يمشي موسم يبتدي شوي يحر الجو على قولت أمي يطلعون أصدقائنا من الصراصير وأصدقائهم هذيلا. مو وجود تلوث في المنزل، احتمال في مشكلة في الصرف الصحي. وترى حتى ربة المنزل مثلا لازم تهتم، اي امهاتنا دائما يقولون اللي يجذب تكرمون الصراصير والنمل وغيرهم بقايا الطعام. تعرفون لما الياهل يمشي في البيت ويبدا ياكل بسكوت او كيك يبدا فتات الاكل في المنزل، هذا اللي هم يطلعهم. فنحرص دائما ان نعود عيالنا لما ياكل يقعد في مكان واحد فقط، وبعد هذا يتم تنظيف المكان بشكل جيد، ما يمشي وياكل عشان فتات الاكل يجذبهم. وزاد يعطي عفن. محمود تعرف ايش كثر امهات اكتشفوا بين العاب عيالهم في عفن والسبه بقايا الاكل المفرور، فلا تخلوه يدور في البيت. قاري دراسة يقول لك ان الصرصور اذا ابتعد عن شو اسمه ربعه يصاب بالاكتئاب. زين يمكن يموت بعد. لا على طاري العفن دكتور، يقول لك واحد من اكثر الاماكن يعني اصابة بالعفن، لا فيها نسبة عالية من البكتيريا والفيروسات هي اماكن العاب الاطفال. صحيح. في المولات يا جماعة الخير هناك هذه المنطقة اكتشفوا فيها، يعني على حسب آخر دراسة، والله لو أقول لكم مكونات الأشياء اللي اكتشفوا فيها مشكلة ما أقدر أقولها على الهوى، يعني تبغين الصدق، ولكن يعني وأنتم بكرامة كأنكم داشين الحمام. بالضبط صح محمود. ووايد من الأمهات كان يأخذون عيالهم للألعاب، تعرف خصوصا شو محمود الكور، منطقة الكور هذه أنا أبدا ما أحبها. لا تعرفون الطفل يروح داخل أنتم ما تعرفون شو يعني شو يسوي داخل، الأشياء كلها تنخش تحت الكور. كثير من الأطفال يروحون منطقة الألعاب يطلعون منها ثاني يوم يوم بحرارة يوم بإسهال يوم بترجيع، فلو تحاولون منطقة الألعاب هاي الياهل ما يلعب فيها، أو إذا مثلا الياهل دخلها وطلع لازم تغسلين إيده جيدا قبل ما يأكل أي شيء. ناصر يسا يقول الزراعة تيب حشرات و هي بس ما تيب صراصير، عاد تيب البعوض. الزراعة زينة ناصر صدقني، يعني شو ما كانت الزراعة زينة، جدد الهواء. في 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 بعض الحيل الجميله اللي الواحد ممكن يستخدمها في عمليه انه يعني اذا عنده مثلا اتذكر حد من 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 الشباب عنده نافوره كذا مسوينها في حديقه دكتوره، حاط النافوره كذا، فيقول في منطقه معينه كانوا يجون البعوض يعني وايد. البعوض شو سوى؟ شو الحيل الله يخليك، انا بجربها ببيتي اول شيء. يعني اتذكر زرع ريحان او شيء كان 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 يطرد الناموس من الريحان المكان. يطرد الناموس؟ ناموس والله فكره بنجرب، لان فعلا البعوض يعني لما كان في زرع او نافوره على طول يتجمعون، بنجرب نزرع ريحان. عموما احنا طلعنا خارج الموضوع مالنا، خلينا نطلع فاصل، بعد الفاصل ما نتواصل معاكم ان شاء الله، فابقوا معنا. صحة وسعادة.
ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم أرقام التواصل معنا على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طبعا ضمن مشاركتها بفعاليات شهر الإمارات للابتكار 2018 تستعرض هيئة الصحة بدبي أول مركز ابتكاري متكامل على مستوى المنطقة لخدمات اللياقة الطبية والصحة المهنية. بنتكلم عن هذا المركز والخدمات اللي يقدمها. يسرنا يكون معنا عبر الهاتف الأستاذة ميسة البستاني مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية بهيئة الصحة بدبي. صباحك ورد أختي ميسة. صباح النور دكتورة، كيف حالكم؟ خير الله يسلمك، حياك الله. أستاذة ميسة، الحين بس قبل أن ندخل في هذا الحوار أنا أبغى أسأل دكتورة ندى، ليش ما يأتي المركز؟ مركز الابتكار اليوم إن شاء الله أنا حاط طبالي أسير، كان عندي تصوير صحة وسعادة تلفزيوني، فاليوم أنا فاضي بسير ورا بيت ورا بيتنا. إنزين ميسة، يعني دائما المشاركة هذه مشاركة مثمرة ومتميزة لهيئة الصحة بدبي، فنبغي تعطينا فكرة عامة عن هذا المركز شو اللي يشمله. إن شاء الله صبحت عليك محمود، ما رديت علي. أسعد الله صباح، سامحيني حين تردينا ما لايتي المرة. تفضل أختي. في البداية طبعا أصبح لجميع المستمعين، مركز اللياقة الطبية لخدمات الصحة المهنية المبتكر الجديد اللي تم عرضه في مركز ابتكار صحة دبي، هو عبارة عن رحلة متعامل جديدة كليا. الرحلة تبدأ من البداية إلى النهاية بدون أي تدخل بشري. طبعا نستخدم الذكاء الاصطناعي والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة في أخذ الخدمة. جميل. المتعامل يبدأ بالحضور إلى المركز بجواز السفر بطاقة الهوية. بيكون في سكانر يحط الجواز على طول، النظام بيقرأ البيانات اللي في الجواز، بيسحب البيانات من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وبيطابق البيانات. ممكن يستخدم الهوية، الشاشة بتتعرف عليه، ينظر إلى الكاميرا، ناخذ بصمة العين وناخذ صورة الوجه. جميل ممتاز. النظام بيسلم عليه، بيوجهه إلى النقطة الأخرى. أهم شيء يسلم عليه النظام. إذا بيسلم عليه بيقول له مرحبا السيد محمود، مع أن هذا الإجراء ما ينطبق عليك، هو حق إخواننا الوافدين لغرض الحصول على الإقامة. بيوجهه إلى النقطة الأخرى اللي هو اختيار قنوات الدفع، بيكون في عدة اختيارات، بيدفع في هاكد وقت وعقب بينتقل إلى الخطوة اللي عقبها اللي هي المختبر إذا كان هو لياقة طبية مطلحة مهنية. بيكون في الروبوت الآلي بياخذ عنه عينة الدم وبيقول له تفضل إلى غرفة الأشعة. بيصير غرفة الأشعة، طبعا في كل النقاط بيكون في تعريف على صورة الوجه اللي هو سلمها في البداية. صح. بيكون في تعريف verification لازم لأن هذا إجراء أمني، نتعرف على هذا المتعامل في كل نقاط أخذ الخدمة. بيصير غرفة الأشعة، النظام بيوجهه يوقف، طريقة الوقفة قدام الجهاز وياخذ عنه صورة الأشعة، وبعدين النظام عن طريق الذكاء الاصطناعي اللي هو احنا شغالين وياه حاليا بتغذية النظام، تكلمنا المرة اللي طافت تغذية النظام بجميع أنواع صور الأشعة يتم عزل الصور اللائقة والصور المشتبه فيها، وتلقائيا يعزل الصور المشتبه فيها يرسلها إلى الطبيب لاتخاذ القرار. ممتاز. وعقب تنتهي الرحلة، هذا كله من غير تدخل بشري؟ بدون أي تدخل بشري، ما في ولا موظف يكون واقف، كله عن طريق الجهاز، كله عن طريق التعريف الإلكتروني والذكي وعن طريق ترجمة المعلومات لهذا الشخص وتوجيهها إلكترونيا. جميل. ما بيكون في أي تدخل بشري ولا بيكون في مكاتب خدمية أو نقاط دفع خارج المركز، بيكون كله في مسار واحد. ممتاز. أختي ميسة، هالمركز متى بيبدأ يقدم خدماته للمراجعين؟ نحن إن شاء الله نتوقع النص الثاني من 2018. النصف الثاني من 2018 إن شاء الله. إلين ما نحن نوصل هذه المرحلة، أنتوا شو اللي تطلبونه من خلال المتعاملين؟ في أشياء معينة يعني تتمنونها أن المتعاملين يكونون شو اسمه يتعاونون فيها معاكم لتطبيق هذا النظام بالشكل الأمثل؟ والله أخوي محمود، نحن يعني المراجعين اليوم طلعوا على هاي الرحلة هناك في مركز الابتكار،
كان لهم يعني انطباع ممتاز يعني. فأتوقع أن معظم الناس يتريون شيء من هذا النوع. يعني أغرب الناس قالوا هذا متى بيتطبخ، وين بيكون موجود، متى يعني المدة الزمنية، يعني ما بيكون في إجراءات خارج المركز، ما بيكون في طباعة نتائج، ما بيكون في تدخل، كيف سرعة أخذ الخدمة. يعني كان عندهم حماس جميل لمعرفة متى بيتطبق هذا المشروع. نعم أستاذة ميسا، هل المركز بيكون في كل خدمات مراكز خدمة اللياقة الطبية، ولا بيكون في مركز واحد فقط يشتغل يعني 100% بالأجهزة هذه؟ كبداية دكتورة بيكون في مكان واحد، وإن شاء الله يعني في المستقبل نتمنى أن خلال 5 سنوات القادمة يكون معمم على كل إمارات الدولة. ممتاز. أو في إمارة دبي. طيب دائما الأنظمة الذكية دكتورة أستاذة ميسا، يعني نحن نصادف التحدي الأكبر فيها اللي هي مسألة أمن وسرية المعلومات، فآلية الحصول على هذه نتائج هذه الفحوصات وسريتها كيف تحافظون عليها؟ أخي محمود أنا أكد لك أن حاليا في يعني في كل نقاط الخدمة في أمن معلومات، في ربط مباشر بينه وبين الجهات المعنية، الإدارة العامة لإقامة شؤون الأجانب، الهيئة العامة للهوية. البيانات طبعا حتى نتيجة الفحص الطبي ما نعطي غير لائق غير لائق بدون أي بيانات واضحة. جميل. البيانات تكون موجودة عندنا في النظام وتصير الجهات الأمنية اللي هي تطلب النتائج النهائية. فنحن طبعا نحافظ على سرية معلومات الشخص، ولكن في بعض البيانات نحن مضطرين نعطيها حق جهات أخرى لأغراض أغراض إقامة أو صحيح. يعني وهي معلومات أصلا تكون متوفرة عند الجهات، وهذه كلها جهات حكومية ومرجعية للكل. هني في عنه يقول أنا خاف من التدخل البشري بس أموت في الواسطة. الذكاء الاصطناعي ما يقدر على الواسطة، ما في واسطة في الذكاء الاصطناعي. الله يدي. طيب نحن نتمنى لكم التوفيق، هذه دعوة أيضا للي يبغي يتعرف على النظام هذا بشكل مفصل. أستاذ ميسا البستاني، هذه دعوة نحن نقدمها لزيارة مركز صحة دبي للابتكار. نحن موجودين إن شاء الله لين أي يوم؟ ليوم الأربعاء. زي مندوها الخميس والجمعة بعد. خلي الناس ترتاح محمود، حرام تعبوا مساكين. بس الناس يتعرفون على هذا، بالعكس زين. عموما نحن شاكرين لك أستاذة ميسا، في كلمة أخيرة تبغين توجهينها؟ طبعا احنا نرحب في الجمهور وبنكون موجودين هناك من الساعة 5 إلى الساعة 10 مساء لاستقبالهم، ونعطيهم مزيد من التفاصيل على هذا المركز إن شاء الله بيكون على أرض الواقع قريبا بإذن الله. إن شاء الله. إدارة متميزة، نتمنى لكم التوفيق دائم. شكرا أستاذ ميسا البستاني. طبعا إدارة اللياقة الطبية دكتورة قاعدة تنتقل نقلات كبيرة في مواضيع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتطبيق، كل ما من شأنه أن يسهل من يعني رحلة المتعاملين. بالضبط. تعرفين ليش هذا كله؟ لأن يعني كل المشاريع هذه تدخل في يعني إطار الاستراتيجية اللي تسعى لها هيئة الصحة بدبي للتيسير على القادمين لإمارة دبي والعاملين في إمارة دبي، وأيضا يعني من ضمن المشاريع المساندة ل يعني تحقيق انسيابية عالية في تنفيذ المشاريع الخاصة بالأمن الصحي أثناء استقبال الحدث الضخم الكبير اللي جاينا يعني قريبا اكسبو 2020. طيب هني كان في سؤال يقول شو هذا يا اخي، ليش التقارير من الهيئة تطلع بالانجليزي بس في جهات تطلب بالعربي؟ انا معك، في جهات تطلبها بالعربي، ما مشكلة اطلبها بالعربي، ممكن تترجم، ممكن احنا نطلعها محمود باللغة الانجليزية فقط حسب قوانين هيئة الصحة. حاب ترجمونها واحنا نقول للمتعاملين ترجمونها عند مترجم قانوني للغة العربية، بس احنا ما نقدر نطلعها باللغة العربية. ليش ما نقدر؟ هو قانون الهيئة الصحة للاعتمادات الدولية لازم كل شيء يكون بالانجليزي، فتطلع من عندنا بالانجليزي. ممكن ترجمونها حتى في الشؤون القانونية في الهيئة اللي حابين. انا بقول لك شغلة، قدم هذا الاقتراح على النظام الخاص بالاقتراحات في هيئة الصحة بدبي أو ضمن منظومة حكومة دبي، إن شاء الله تعالى يعني بيدرسونا الإخوان، وإذا في إمكانية للتطبيق ليش ما ينكتب بالعربي وبالإنجليزي، ليش لا، يعني إن شاء الله ممكن. إن شاء الله. معني أنا
هي مشكلة بعد أحيانا معظم التقارير هذه تروح للخارج أو تروح لأطباء خارج منظومة الهيئة. بالضبط. فاللغة المعتمدة للأسف في هذا القطاع اللغة الإنجليزية للأسف، ولكن يجب أن يكون عندنا اعتزاز باللغة العربية أكيد، ولازم يكون في تقرير باللغة العربية، وهذا وايد مهم دكتور، حتى بالنسبة لنا نحن كمرضى. يعني يجيني تقرير، يمكن أنا ما عندي القدرة أني أقرأ بالإنجليزي ولا أفهم المصطلحات هذه. صحيح، عشان شيء مثل ما قلت محمود، خلي قدمك اقتراح ونشوف جدوى تطبيقه، وشيء جميل طبعا يطلع التقرير باللغة العربية، لأن الفكرة مو بس أن الجهة تفهم التقرير الطبيب، بس حتى المتعامل طبعا لحق أنه يفهم شو اللي مكتوب. والدكتور يعني عموما حتى من حقوق المرضى أن يجب أن تكون رحلة العلاج أو العلاج كله يتم يعني حسب اللغة الخاصة اللي يفهمها المريض. بالضبط، صح، هذا واحد من حقوق المريض على على الطبيب. بالضبط، صحيح محمود. كم لغة تتكلمين دكتورة؟ ثلاثة. ما شاء الله. أنت كم لغة تتكلم؟ أنا أفهم وايد لغات. بس يعني لا تتحدث إلا عربي وإنجليزي. وترى أفهم وايد لغات. إيه تفهم، ترى اللغة هو جزء يعني فهم اللغة نص، كأنك نص المحادثة يعني. أهم شيء إنك تفهم، بعدين رد بالإشارات عادي يمشي الوضع. على طاري الإشارات ما شاء الله يعني وايد. صحيح محمود، يسلم تمك، هاي بعد لغة أنا بعدها أفهم. ما تترجم صح، صعب تترجم بالعربي، لما في شيء صعب إن شاء الله، ما في شيء صعب، كل شيء ممكن يصير. أيضا نحن هذه ممكن نأخذها حتى من ضمن المبادرات الداعمة للغة العربية. نحن وايد يعني مثلا بقول لكم شغلة، قبل كانت الوصفات الدوائية أنزل تطلع باللغة الإنجليزية، الآن صار في عندك خيار أنك أنت تبغى بالإنجليزي ولا بالعربي، وأحيانا يطبعوا لك عربي وإنجليزي، صح ولا دكتورة؟ على استكر عربي وإنجليزي محطوط. فش اسمه عندك هذه الخيارات، وهذا يعني في النهاية شيء يصير، لكن مشكلة التقارير بالتحديد لأن هذه تنكتب مانيوال، فأنا أعتقد أن المسألة محتاجة يعني جهد إضافي زين، وتطلع باللغة العربية والإنجليزية، وحن تطلع بعد ترى أوتوماتيكلي من سلامة. إحنا لو نكتب تقرير طبي أوتوماتيكلي يطلع من سلامة، بس إن شاء الله يدخل سلامة أصلا إنجليزي. إيه المشكلة إن النظام مرتبط بالإنجليزي. بالضبط. إيه ممكن يشوفوا لنا صرفة يعني، بياخذ وقت إن شاء الله، لكن ليش لا يكون على الأقل لتحقيق سعادة المتعاملين إن شاء الله. عموما السلام عليكم أستاذ محمود، ما سمعناك مع إخوانك في برنامج صحة وسعادة، عسل معنا خير. لا خير إن شاء الله، كنا في اجتماع يعني خارج هذا، ودخلنا في وقت البرنامج، سامحونا عادة البارحة ما كنا معاكم. أقصد في مبادرة بخصوص لغتنا العربية، ليش ما نطبقها؟ إحنا بدنا نطبق مع محمود في الهيئة، مراسلاتنا الداخلية في الهيئة صارت عربية، يعني تراسل باللغة العربية معظم المراسلات، بس التقارير قدموا كاقتراح وإن شاء الله يطبق. أنا شو أسوي فيهم يا جماعة الخير؟ أحيانا الدكاترة يطرشوا لي إيميل بالإنجليزي زين، كاتبين كذا كذا كذا، أرد عليهم بالعربي. زين السلفيوم. أنا طرش لكم بالعربي ولا بالإنجليزي؟ ساعاتي. أوكي. مرضان كده بطرش لكم بالعربي إن شاء الله. إنزين. أبو ما نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنتكلم عن جانب آخر من الجوانب الجميلة في مركز صحة دبي للابتكار اللي يتواجد في منطقة السيتي ووك. انزين موجودين هناك نحن اليوم الاربعاء. في شغله جميله في هذا المركز، اول ما تدخلون على اليمين بتحصلون شيء جميل جدا، في مواصفات وايد حلوه، يمكن يعني قدام نتخلص من دكتوره ندى ونتخلص من الدكاتره اللي موجودين. لا ما يعني ما بنتخلص، لا انه ما بتشوفونهم دايركتلي، عرفتي كيف؟ بنخبركم هاي السالفه كلها بعد الفاصل، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مرة اخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا 600-551-4414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طيب please speak Arabic.
كذا ترد عليهم. مرحبا، صباح الخير استاذ محمود، صباح الورد دكتور رندا. ليش شكرا. الورد حق دكتور رندا؟ هذا في سؤال بخصوص التامين، هل يحق لشركه التامين بعد اصدار التامين في 2017 ودفع قيمته كاملا؟ وين باقي السؤال؟ وين شو السؤال؟ عموما رحمه الله على زايد الخير وطيب الثراء، اللهم امين، الله يرحمه ويغفر له يا رب ويجعل مثواه الجنه ان شاء الله. طيب محمود اخوكم ملم باربع لغات، ارجو ان لا يحسدوني. شكرا اخوكم براي. اخونا براي يا اخي انتم من المحظوظين. من حق المريض ان يعرف نتائج اي عمليه، ولكن اطباء الاسنان لا يطلعون المرضى في عمليه الفينير انه سوف يقوم بنحت السن وانه لا مجال لنزع الفينير ابدا. انا اطلعك على هذا الموضوع، هذا يعني معلومه عامه صح دكتوره؟ انه شو المعلومه العامه هذا اللي يركبون عليه الضرس فيتم نحت السن هي. ويصغرونه كذا وبعدين يركبون عليه. زين اخوي ترى وهم يسوون لك النحت وقف الدكتور قول له شو تسوي، يعني ليش قاعد تنحت يا جماعه؟ لا تتريوا لما تخلص، يعني تخلص العمليه كلها عقب تقول الدكتور ما شرح لي، وقفه هناك واساله شو تسوي شو بس هو الدكتور لازم يشرح له الاليه، ولا انت اسال كمريض اسال شو اليه العمل في هذا، خاصه موضوع الاسنان يعني ما شغله معروفه عند الكل، ولكن يعني سبحان الله اللي ما يعرف يسال دائما يسال. يقول عبد الرحمن الحصاي صبح عليكم واتمنى لكم صباح سعيد. زين هني التكمله، يسوون تسويه لاحتساب قيمه الضرائب على المتبقي في 2018. طيب انا ما عندي علم هني، لازم ارجع للمعنيين، ولكن يفترض انا حسب القانون اي شيء قبل 2018 2018 ما يكون عليه ضرائب، بعد 2018 يصير في عليه ضرائب. لا لانه هو دافع للتامين محمود في 2017، يعني مثلا من 4/2017 لين 4/2018، من يا شهر واحد شركه التامين تقول له اهم بحسبك ضرائب على الاربع شهور اللي دخلت في 2018. ما لهم علاقه في هذا الموضوع، يفترض يعني ما اقدر افتي من عندي، ولكن الفاتوره طلعت في 2017 صح زين، فالضرائب على الفاتوره ما كان في ضريبه طبعا في 2017، الضرائب عموما تنحسب على شو؟ على الفاتوره صح صح. انزين انا هذا اللي افهمه، لكن هذا مو يعني نرجع لازم نشوف المعنيين اللي المختصين بهذا صح. الموضوع او نرجع نتكلم مع مكاتب هيئه الضرائب، يعني اذا في مجال حد يقدر يوصلنا عندهم ممكن يفيدونا اكثر. انزين عموما بنسير عند موضوعنا اللي وعدنا الناس انه ممكن من خلال هذا الموضوع ما نشوف الدكاتره. والله احنا محمود نستمتع لما نشوف المرضى، بس اذا في شيء يخلي المريض ينتظر اقل يخلص اسرع تشخيصه افضل ليش لا؟ طيب هيئه الصحه في دبي خلال مشاركتها فعاليه شهر الامارات للابتكار يعني تستعرض مجموعه قلنا من المبادرات والمشاريع والخدمات الذكيه، تكلمنا عن خدمه واحده قبل الفاصل انزين مع الاستاذه ميسا، الان بنتكلم عن وحده من الخدمات الجميله اللي هو جهاز الاستشعار في شو؟ في العلاج الطبيعي، وايضا هذا الجهاز هو جهاز الفحص الشامل اللي يعني بيعرفنا على معظم الفحوصات الخاصة فينا وما تعرف عليها من خلال هذا الجهاز. منو معانا في الاستوديو؟ معانا الأخت خلود العلي مدير مشاريع بهيئة الصحة بدبي في قسم شو اسمه؟ مسرعات دبي المستقبل. مسرعات دبي المستقبل. طيب خلود ليش أول شيء ما تبغين تعرفينا عن الجهاز؟ أنا اللي قلت أنا ما قال ما تنطقت بكلمة يعني لا سوي يوم تكلمت قلت لا لأنك أنت جلبت يعني خليت الموضوعين في موضوع واحد وهو it's two services that أني بتكلم عنهم. أول شيء بتكلم عن أول شيء بتكلم عن الجهاز اللاسلكي اللي هو في العلاج الطبيعي وعقب عن العيادة المتنقلة. ممتاز. أوكي سو ببدأ بالجهاز اللاسلكي اللي هو للاستشعار عن بعد. الجهاز اسمه أركس، هو جهاز لاسلكي يقيس مدى الحركة ويستخدمونه في برامج العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. اللي يصير إنه في سنسورات مثلا يلبسها المريض، الحين مثلا لا سمح الله لو أنت عندك علاج طبيعي لليد تلبس مثلا سنسورين في الإيد وتبدأ تحرك الإيد، حركة الإيد هاي تتبرمج على طول على السوفت وير في الكمبيوتر أو في اللابتوب، عن طريقها يقدر المعالج الفيزيائي يشوف مدى تطور الحالة عنده، مثلا اليوم حرك الإيد مثلا ب 30%،
بعد أسبوع بحركها 40%. جميل. يعني مو بس بيعتمد اللي يصير الحين شو يوم تسيرين أي جلسة علاج طبيعي يكون دائما نظري. صح. أما الحين لا، الجهاز اللي عندنا لاسلكي على طول يتبرمج على السوفت وير، وعلى طول المريض حتى نفسه يقدر يشوف مدى تطور حالته، يعني وهو يالس يقدر يشوف الحركات اللي يسويها على الشاشة قدامه. ممتاز. هل جهاز هل مثلا يقدر يشخص أي مثلا العضلة فيها المشكلة؟ يقول لك يعني بالضبط، يقول لك أي عضلة هي الحين ياس يحركها المريض. ممتاز. وين ممتاز. الضعف مثلا موجود. يعني وبعدين فيها خاصية ثانية، أنه ممكن المريض يعني يكون عندها السنسرات ويسوي مثلا العلاج الطبيعي أو الحركات في البيت مثلا. أنا أتكلم عن حالات العلاج الطبيعي اللي مش وايد صعبة، واللي ممكن المريض يسويها في البيت. فيقدر يسويها في البيت بهالحال، انه ما بيضطر يروح المستشفى مثلا بشكل دوري. ممكن زياراته للمستشفى تقل لانه يقدر يسويها عن بعد، والتطور الحالة بعد يكون لان النظام هو واحد نفسه عند المريض وعند الدكتور. ممتاز. فيقدر الدكتور يتابع حالته. جميل. طبعا محمود انا ليش سألت السؤال، هل يبين العضلة نفسها؟ لان عزل العضلة نفسها يعني مثل ما يقولون حجر نفس عزل الصرصور عن الطقاء. لا يعني ان انت تعرف العضلة نفسها اللي فيها المشكلة، تسوي لها مثل العزل فتوجه العلاج الطبيعي نفس ما يوجه توجه التمرين الرياضي لهذه العضلة بالذات. فالمريض تعرف شو يستفيد اكثر من جلسة العلاج الطبيعي الوحدة، بدل ما المعالج يعني يفترض نظريا ان هالعضلة وهالعضلة، ولكن بالجهاز العضلة المحددة، بالتالي يسوي تمارين فقط لهذه العضلة، فتكون الاستفادة افضل للمريض. مع هذا الجهاز ان شاء الله. ان شاء الله. هذا الجهاز المعلومات اللي يعطيها ايش كثر هي دقيقة وسريعة؟ اذا بقارنها بالنظري هي ادق بوايد واسرع. ممتاز. هي. ممتاز. جميل. يعني ممتاز. شو بيخفون عدد، بيخف على الدكاترة. لا المعالجين بيكون معالجين الطبيعيين. لا لان انت شايف الزحمة وال يعني تعرف المواعيد صعبة. لا هو اكيد ممتاز. انا سؤالك يعني 100% لان طالما التقنية توصل لي لعلاج افضل فهي اكيد بتكون افضل الحلول. صح. انزين. القضية في الدقة موجودة. موجودة. والسرعة كذلك موجودة في هذا الجهاز. طيب شو الانعكاسات اللي تتوقعون انعكاسات إيجابية مو على المريض، على المؤسسات الصحية بشكل عام؟ أولا الضغط عليهم بخف. وبعدين مثلا إذا بتكلم عن شركات التأمين ايضا يعني المبالغ اللي بتدفعها بتقل، لان الجلسات العلاجيه بتقل يعني، لان في جلسات. صحيح. ممكن المريض يسويها من البيت. يعني بدل مثلا جلسه مثلا علاج 15 جلسه ممكن يتقلص ويصير 10 جلسات. فبيكون في تقليل للمبالغ ايضا. من غير الفائده طبعا اللي بتعود على المريض. صحيح. اختي خلود، هذا الجهاز دخل حيز التطبيق ولا للحين هو؟ الحين ان شاء الله هالاسبوع بنبتدي على المرضى في مستشفى راشد. ممتاز. بعد في يعني الفيز التجريبي. ممتاز. احنا خلصنا الحين اول جهاز هو الاستشعار، لكن في جهاز جميل اللي هو يسوي الفحص الشامل. شو هذا الجهاز؟ الجهاز هذا عبارة عن عيادة متنقلة تقدرين تفكينها وتركبينها بثلاث ساعات. جميل. هي فيها 18 فحص و 18 جهاز، ومحمود طبعا جرب الجهاز هذا. وفي خاصية ثانية ان المريض ممكن يتواصل مع الدكتور عن طريق مكالمة مرئية اللي هي الفيديو كول، فما يحتاج انه يروح مثلا العيادة او المركز الصحي. مثلا الجهاز بيكون متوفر مثلا في مول او في مثلا جهة حكومية، فيروح الجهاز هذا يدخل فيه على طول يتواصل مع الدكتور، والدكتور يقدر يعطي استشارة طبية من خلال يعني، وهو يقدر يتحكم في الأجهزة الموجودة في الجهاز. جميل. فمن في خلال يمكن ربع ساعة لعشرين دقيقة يقدر يعطي استشارة طبية، وممكن بعدين على حسب الحالة إنه ممكن يقول لا لازم تزور أقرب مستشفى أو أقرب مركز صحي. قول لي تجربتك محمود. لحظة أنا بسألك سؤال الحين، أنت الدكتورة أول ما يجي المريض شو تفحصين؟ أول شيء تاريخ مرضي، بعدين حسب التاريخ المرضي نفحص. شو الفحوصات اللي يدش فيها المريض؟ واحد نفسي الحرارة. حرارة. صح. الضغط، الطول، الوزن، التنفس. لحظة شي حبة حبة. زين. الحرارة موجود. صح. زين. الضغط. الضغط
موجود. دقات القلب موجود. والتنفس موجود. فحص الصدر يعني موجود. دخول الهواء البطن موجود. موجود. والاي سي جي بعد موجود. والاي سي جي تخطيط القلب شامل الفور بوينتس. ممتاز. زي يلا قولي شو رايك، قولي لها التجربه مالتك. بعد شو اقول لك اكثر عنتي يعني جهاز يسوي لك ويشبه الكرسي يعني ولا كيف؟ كانه كرسي طياره. انت لوتين بتشوفينه بعينك ماشي. اليوم 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 باي كان بالضبط، كان لك اول ما تدشين على اليمين. زين الجهاز هذا يعني جميل جدا، وان شاء الله بيكون ثوره في قطاع الصحي ان شاء الله. واتمنى يا رب، اتمنى ان في كل مكان يكون موجود هذا الجهاز ان شاء الله. عاد بنلاقي طابور عليه بدنا تضرب الحفلة. لا لا, لا ان شاء الله. لا يعني هو يعني شوي مثلا شفت الطابور اللي يستوي في العيادات، اوقات مثلا يونج مرضى حق مثلا تعرفين مثلا صداع شيء بسيط يعني. صحيح. فالزحمة حتى في العيادات بتقل وبتسهل الحركة بعد على المرضى. صحيح. الجهاز يعطي نصايح مثلا هد على طول الدكتور يعني حي مثلا لو انت انا قاعد مع دكتور يعني مباشر مش لنا شيء، الدكتور يوجه المريض تعال عيادة او خذ اقول لك شيء بعد قولي. الجهاز هذا صححي لي اذا معلوماتي انا غلط زين. ممكن يصرف لنا دواء في المستقبل لانه يطبع لك البريسكربشن. يطبع البريسكربشن من الدكتور يعني. الدواء قالوا لي ممكن يطلع من هذا، خبروني قالوا لي ممكن في ادويه معينه ولا كذا ممكن في المستقبل ممكن يزيدون الخاصيه. هي. هذه هي. فيها عادي يعني. بس وايد كثير محمود كم دواء بيحطون؟ يعني الادويه الرئيسيه الخفيفه يعني الصداع للالام ممكن يحطون هذا بس في يعني حاليا هو يقدر يعطيك الوصفه. بس الوصفه يعطيك اياها باركود اعتقد او شيء معين على طول تنطبع هي فيها برنتر. هذا بيلغي عمل الاطباء، هذا الجهاز بيلقي عمل الاطباء. لا بس يحتاج طبيب. لا محتاج طبيب يعني. طبيب وفي خاصيه صحيح. ثانيه فيه اذا انت مثلا بس تبين تسوين تشيك اب بدون ما تكلمين الطبيب يعني. نعم. الجهاز هذا فيه مثل ارشاد يعني تجلسين متى تدخلين الجهاز، في يعني وحده تكلمت في الجهاز تقول لك شو الستبس اللي تسوي لها، شو الادوات اللي تستخدمينها عشان تاخذين بس القياسات اللي انت محتاجتها. ممتاز جميل. في خيارات اللغتين العربي والانجليزي حاليا الانجليزي بس شغالين على العربي ان شاء الله. زين تبون حد يسجل صوتها الانترنت موجوده ان شاء الله. انا انت ما تبغي تسجل. انا بكون الطبيب اللي يتواصلون معه، انت سجل صوتك. ها ناصر انت شو سالتيني؟ اقول لك انا بكون الطبيب اللي يتواصلون معاه، انت سجل صوتك. اوكي ان شاء الله حاضر ببلاش. ما يستوي بعد دف تخلينا ندفع يعني. لا لا ببلاش ان شاء الله. ناصر كان يسال اكثر المراجعين يحبون يتناقشون مع الدكتور ويسالونه وياخذون ويعطون يطمنون ترى يقدرون الحوار يقدرون لان المكالمه مباشره هي مش انها تسجيل. ف هاي دليل الطبيب دائما يكون المشكلة موجود. المشكلة وين؟ وين؟ إذا واحد دخل الجهاز خذاه له ساعة يالس. لازم في جهاز أوبشن يطرد المريض عقب وقت معين. لا الجهاز هذا يعني ما ينحط بدون ما يكون في مثلا حد يعني تكنيشن معاه برا. تكنيشن بس أكيد بيتحكم يعني في الموضوع. أو في الجهاز. يفترض أن كل البروسيس كامل كم ياخذ؟ كم دايس؟ ربع ساعة ل 20 دقيقة ماكسيموم. جميل. يعني ياخذ كل الفحوصات هذه وكل الأشياء ويطبعها في 15 دقيقة هو طالع. ممتاز والله. مفروض دكتور يعني من يخلص يقول له يلا من غير مطلوب. مفروض صح. يقول له بعد ويطفي الجهاز بروحه. هذه من المشاريع الجميلة يعني أنا حبيت أن تنطرح من خلال برنامج صحة وسعادة لأن بالفعل إنجاز جميل فيه الكثير من الابتكار والإبداع في هذا الجهاز. الحين أبغي أسألك آخر شغلة أختي خلود، دقة المعلومات والفحوصات اللي ممكن الواحد ياخذها من خلال هذا الجهاز؟ لا جدا دقيقة بصراحة. نحن سوينا أول مشروع تجريبي في 4 جهات حكومية ويوم جربناه على الموظفين ما طلبنا من أي موظف يعطينا الهستري سواء في ضغط أو سكر عشان نتأكد من دقة الجهاز. جميل. وفعلا بعد ما خلص الفحص يعني طلعت النتائج مثلا اللي فيه ضغط واللي فيه سكر فعلا يعني طلع المراجع اوريدي ياخذ يعني فيه سكر وفيه ضغط يعني. هذا بس عشان احنا نتاكد يعني بشكل شخصي ان الجهاز دقيق دقيق. هني
انه يقول ما عليكم امر حطوا الكاميرا على الضيفة، هي وصلت لنا قالت لا تحطون الكاميرا علي. انا ما قلت شيء بعد كله يقول كلام ما قلت شيء. انا بحول الكاميرا يلا تشوفون. انا لان الجماعة يجون قبل البرنامج يقولوا لي شيء البارحة. انا ما قلت شيء. ها والله اوكي انا غلطان. انا سمعت غلط يمكن حساني. يمكن انا سمعت غلط. عموما في شيء تبغين تضيفينه على موضوع الابتكار بشكل لا عام؟ بس حابة يعني اني ادعي الناس والزوار ان يزورون مركز صحة دبي الابتكار، لانه فعلا مش بس الابتكارين اللي انا تكلمت عنهم، كل الابتكارات اللي موجودة فيها يعني جدا مميزة، بتكون فرصة انهم يتعرفون عليها بعد. طيب سمعنا ان في جهاز في احد مستشفيات الدولة الخاصة يعمل فحص شامل خلال ساعتين، وفيه منه في واحدة من الدول ذكرها، يعني ارجو الافادة. فحوصات الشاملة دكتورة كم تأخذ عندنا نحن؟ اذا عطيت الدم اليوم يعتمد محمود، في فحص يطلع خلال ساعة، في خلال ثلاث ساعات، في خلال يوم، فحسب هو يعتمد شو يقصد بالفحص الشامل. ممكن فحص شامل اشياء بسيطة خلال يوم ما حتكون طالعة، بس انا ما ادري هو يقصد فحص الشامل سحب الدم، يعني يسحب عنك الدم ويعطيك خلال ساعتين، ما عرفت فيها الجهاز. طيب هذه ان شاء الله بتسوي لنا جهاز يفحص فحص شامل حق المرضى. شوف ما في شيء مستبعد، كل شيء جاي الصراحة. صح، مع التطور اللي نشوفه حاليا في مجال العلم، يعني مثل الجهاز اللي قلت العيادة المتنقلة، هي ما كان يخطر عبالنا. بالضبط، صحيح بالضبط. فاحتمال بيه ان شاء الله وقت يكون الطبيب فعلا يعني تواصله مع المريض، يكون يقدر المريض يتواصل معه في اي مكان، وعن طريق الفيديو كول، عن طريق اعتقد اساليب اخرى متطورة، فيستفيد التواصل مع الطبيب اسهل، وبالتالي ان شاء الله يكون المريض اسعد ان شاء الله. طيب الروبودوك، الروبودوك الموجود عندنا في البرشة، هي هذا ما نتكلم عنه ان شاء الله ان شاء الله في الحلقات الجايه. موجود عندنا بعد في المركز هنا. مو كل شيء نبغى نحرقه. خلها تقول عشان الناس تروح. في روبوت وايد جميل واقف هناك في مركز الابتكار، سيروا سلموا عليه، تعرفوا عليه، لا اسم بعد عطى تسموه، ما اتذكر شو سموه بعد. زين عموما هذا يتكلم هني، هاني سامحني بس انه يقول ان هذا الجهاز يعطيك احتماليه الاصابه ببعض الامراض. هذا موجود عندنا في البارحة تكلمت عنه مي أظني، الجينوم. زين اللي الفحوصات الخاصة بالجينات هذه صحيح. يعني بتعطيكم تنبؤ وكذا، وكيف أني أنا أقي المواطنين والمقيمين في دبي من الأمراض. صحيح صحيح. مشروع كامل تكلمت عنه البارحة الأخت مي الدوسري. عموما أستاذ خلود العلي مدير المشاريع بمسرحات دبي، نحن شاكرين لك هذه الاستضافة ويعطيكم العافية. وهذه دعوة بعد نوجهها للمستمعين بزيارتنا في السيتي ووك، موجودين من خلال خيمة أو مركز صحة دبي للابتكارات. الكثير من الابتكارات موجودة هناك، ممكن تعرفون عليها. فحتى يعني نلقاكم في الغد ان شاء الله، اتمنى لكم التوفيق. اليوم نشوفك المساء، تعالي اليوم ان شاء الله، اليوم بكون موجوده ان شاء الله، او شيء جرب الجهاز، او شيء جرب الجهاز. زين شكرا لك يا ميره. ميره ما زرتينا في المركز بعد، ما شو يعني تي يعني ما بتين ولا ما ادري، مو مركزه معايا ظني ميره. عموما شكرا لك نافر. ميره تسمعيني؟ نسولف وياك، قلنا شكرا لك. تسوي لي بديها تي، انا ما ادري طلعت رمس التليفون. عموما هذه تحياتي وحدثك محمود يوسف العلي، شكرا لجد دكتور ندى الملا، وحتى نلقاكم ان شاء الله في الغد، نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.